ده سؤال بس واضح، هل طبيعي ومنطقي ان يكون في تحالفات ما بين احزاب وبعض طبيعي. او بين قوى سياسيه تمام وبعدين وقت الجد زي ما بيقولوا واول ما يتفتح باب الترشيح هل طبيعي كم الانقسامات وكم الاعتراضات وكم التغييرات في القيادات اللي حصل في خلال 48 ساعه؟ ده مبالغ فيه، انا معاك ان ده مبالغ يعني فيه يعني، وده تفسره بايه سياسيا؟ انا هقول لحضرتك، ده يفسر سياسيا بان مساله النضج السياسي لم تبلغ المستوى المطلوب بعد. حضرتك لو بتعلم يعني اخوك الصغير السواقه، ايه بس في منهم احزاب كبيره، في منهم حاجه زي الوفد وحاجه يعني في الحريه، دي احزاب هيكل، احنا لازم نعترف. حضرتك كده اثرت قضيه خطيره جدا. الله. الاحزاب الكبيره اللي حضرتك بتتكلم عنها دي احزاب كرتونيه، ما احنا لازم نكون صراحه. يعني كنا زمان يقعدوا يقولوا الاحزاب ايه، الحزب الوطني اللي مدمرنا ده، امن الدوله مخترق الاحزاب ومدمرها، دي كانت احد اسباب فشل الاحزاب، ولكن في اسباب اخرى اهم، اسباب بنيويه وهيكليه داخل الاحزاب نفسها. طب مش هينقسموا ليه؟ يعني الشباب ينقسموا برضه، حصل يعني انقسامات، مع ان انا شاب بس انا يعني من غير تحيز، حصل انقسامات كتيره جدا بين العديد من الاحزاب والحركات من الشباب. تفسر ده بايه يا استاذ شريف برضه بالقصه دي؟ يعني استاذ شريف من الشباب برضه، يعني هي الجلسه كلها شباب يعني. تمام. تفسر ده بايه؟ شباب سابقا. تفسر ده بايه؟ بفسر ده زي ما قال الاستاذ بشير بالظبط، انك انت ما عندكش ممارسه ديمقراطيه. يعني حضرتك شايف ان ده طبيعي؟ انا شايف ان ده طبيعي جدا، ومعايا انا شايف ان الناس خايفه جدا من عدودية. يقول لك ايه ده بقى فتحنا الباب بقى فيه 40 حزب فلازم. فرنسا فيها حوالي 50 حزب، امريكا فيها حوالي 100 حزب، بس الحزب اللي يثبت نفسه صحيح اهو كده صحيح. فيها احزاب طبعا يقول لك حمايه مش عارف الطيور المهاجره، بس في امريكا فيها حوالي 100 حزب. مين اللي في حزبين بس هم اللي لهم ثقل؟ وانجلترا نفس الشيء، بتحصل فلترة انجلترا بالظبط. فرنسا ده بقول لحضرتك فيها حوالي 50 حزب. طيب لكن في الحزب الاشتراكي وحزب اليمين، هم دول الكتلتين الاساسيتين، وده اللي هيحصل في مصر، بس هتاخد وقت. احنا مستعجلين. احنا ثقافتنا ان احنا كل من على الشجره. ثقافتنا مش ازرع علشان تجني الثمار بعد 3 اشهر او 6 اشهر، لا، ثقافتنا كل من على الشجره. مظبوط. دي ثقافه غلط. مظبوط. نغير بقى الثقافه وان شاء الله مع الممارسه هنقدر نتعود عليها. نتنقل لجزئيه تانية كمان، ومن اهم احداث الاسبوع الحقيقه، المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات قال اول امبارح انه اتلغت فكره تصويت المصريين للانتخابات من الخارج، وانها يعني حاجه خارج السيطره في الوقت الحالي. لا هي وان ده قرار سيادي مش في ايده. وكان معانا على فكره، كان معانا هنا احد المعنيين بهذا الامر، وكان جاي من بره عشان هيرفع دعوه قضائيه علشان خاطر يطالب بحق المصريين في التصويت في الخارج. وقال ان ازاي اللجنه العليا الانتخابات تقول ان انا ما عنديش هذا الحق وان ده قرار سيادي. رأي حضرتك في ده ايه يا استاذ شريف؟ رأيي طبعا انا مع انتخابات المصريين في الخارج 100% وبلا تحفظ. احنا عندنا حوالي 6 مليون مصري في الخارج. معظمهم اكتسبوا خبره، استنشق بعضهم او الكثير منهم استنشق هواء الحريه في دول ديمقراطيه، مصدر دخل كمان، يعتبر مصدر دخل لمصر مهم جدا. بالتاكيد. لا بس اللي انا عايز اقوله، انت بتحرم مواطن مصري من حق طبيعي له، وهو حق اختيار من يمثله. طب انا هسالك، بتحرمه سؤال. طب بتحرمه على اساس ايه؟ اكيد من هو السؤال بقى. كان معانا الضيف وقال ان هو مش ما لقاش عمره ما لقى اجابه، او انا عندي الاجابه، هو قال كده، انا عندي اجابه بس مش هقدر اقولها على مستوى الاله. ممكن اسال حضراتكم هو ايه السبب؟ يعني لماذا في تباطؤ في هذه الخطوه؟ ليه ده سؤال ما حدش عارف يجاوب عليه؟ ايه المشكله؟ هو دايما في نظره سلبيه، ما اعرفش بتتفق معايا ولا لا، نظره سلبيه للمصري اللي عايش في الخارج. يقول لك والله ده رايح يعني يكسب فلوس، رايح ساب البلد، مش مهتم بالبلد. هو ده يفهم ايه؟ هو ده ما عندوش يعني، مش حاسس بهموم البلد. هل ركب الاتوبيس؟ هل ركب المواصلات العامه؟ يعني انا طبعا رغم ان المصري اللي في الخارج ده ساب مصر لان الظروف اللي كان عايش فيها هنا اكيد ما سمحتلوش باي قدر من الابداع ولا الاستمتاع ولا يعني حتى أنا حق المعيشه، ولسه برضه بيطالب بحقه. هو اكتر واحد محتاج انه يشوف بلده حلوه وناجحه علشان يقدر يرجع لها. اللي الاستاذ شريف قاله اللي حضرتك قلتوه ده انعكاس في واقع الامر لأزمة الانقطاع ما بين المصريين في الخارج والمصريين في الداخل. يعني إذا كان المصري اللي في الداخل في فاصل وأزمة ثقة بينه وبين الحكام اللي كانوا بيحكموا، ما بالك بالمصري اللي في الخارج؟ وبعدين ما ننساش المصري اللي في الخارج ده كتير منهم مسيحيين، أنا مش هقول أقباط لأن مصر كلها أقباط بمسلميها ومسيحيها. في تجمع، لو قلنا في 7 مليون بره مثلا، هتبص تلاقي منهم أكتر من 4 مليون بتلاقوا من المسيحيين. الناس دي خرجت في ظروف سياسية واقتصادية وثقافية صعبة للغاية، فلهم بعض مواقف سلبية من النظام وربما من الدولة في بعض الأحيان.
حتى المسلمين اللي هناك، ايه اللي اضطر واحد مسلم ده ممكن يكون هاجر بشكل غير شرعي، وبالتالي الناس دي عندها حنقه احتقان وغضب واستياء من مصر الدوله، مش من مصر الوطن، من مصر الدوله. وبالتالي ده عمل ازمه ثقه، زي ازمه الثقه اللي موجوده بين الحاكم والمحكومين. ويمكن الاستاذ شريف يحضرني هنا فرانسيس فوكوياما الكاتب الامريكي الشهير، عرفناه هنا في العالم العربي بكتاب The End of History، نهايه التاريخ. في كتاب اهم من ده اسمه تراست، الثقه. بيقول ان اي مجتمع عشان ينمو يتحضر يشوف ديمقراطيه حداثه لازم مساحه من الثقه بين الحاكم والمحكوم وبين فئات المجتمع. احنا كان عندنا مشكله في مصر، وده اللي ادى للثوره على فكره، تزايد ازمه الثقه. ما بالك بالمصريين في الخارج. هايل. وكل يعني ده زي الفل. بس انا عندي بس في كتاب، في كتاب كمان شهير جدا اسمه مجتمع الثقه لالان بيرفيل، اكيد تعرفه طبعا يا استاذ بشير. مجتمع الثقه بيقول فيه ان النهضه الاوروبيه قامت على الثقه. جميل. صحيح. احنا النهارده مجتمع بنشك في بعضينا، شك في كل حاجه عشان مفيش شفافيه، مفيش شفافيه، في صعوبه في الحصول على يعني امتى الشائعات بتشتغل في مجتمع يا جماعه؟ يعني معلش في عجاله سريعه، الشائعات بتشتغل في مجتمع وبتروج في مجتمع لما ما يكونش فيه شفافيه، لما يكون فيه صعوبه على الحصول على المعلومات. لو ده مش موجود اي حد بيطلق اي شائعه فتبص انك بتصدق لان مفيش مصدر تاخد منه معلومه موثقه. مفيش ترانسبيرنسي في التعامل مع الناس. نعم. والثقه دي علشان نعيد بنائها ده اكيد برده يعني برده حاجه مهمه لازم نشتغل عليها، إعادة بناء الثقة ما بين الجمهور وما بين الحكومة أيا كانت هي، وما بين الجماهير وبعضهم في الوقت الحالي أو بعد كده. طيب نتنقل لجزئية تانية يا شريف، وهي انتخابات نقابة الأطباء. بالضبط كده. واللي هي كانت برضو الإخوان، وفي فكرة إن هو مش بس انتخابات نقابة الأطباء، كان في تعليقات على انتخابات نقابة الصيادلة، وده كان من فترة، على مستوى الجامعات، على كل المستويات. في توقعات بأن شكل البرلمان بيتحدد من خلال الاستشفاف من الانتخابات اللي هي على مستوى النقابات وكده، ان في تواجد واضح جدا خصوصا على مستوى المحافظات وعلى مستوى الاقاليم الى الاخوان او القوات اللي هي لها طابع اخواني وطابع دي. وده طبعا بعد فوز النقيب خيري عبد الدايم وهو واحد من الاخوان وتابع لحزب الحريه والهدى. هل ده بيليد اي دلاله ولا احنا مش لازم نخرط الامور بعضها ولا ما نستبقش الاحداث؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا داخلين على على حاجة، على موضوع اللي هو الانتخابات دي، احنا كأننا ماشيين في أوضة ضلمة ما نعرفش حاجة. انا ما اعرفش الشعب المصري بيفكر ازاي. احنا ما عندناش حاجة اسمها استطلاعات رأي، ما عندناش احصائيات، ما عندناش دراسات ميدانية جادة. عندنا طبعا حاجات مش تهريج، يعني الاحصائيات اللي بقراها تهريج كلها، ما يعني مش عايز اقول كده بس هي تهريج بمعنى الكلمة. اذا احنا ما نعرفش الشعب المصري هينتخب ايه. قد يفوز الإخوان بالأغلبية، ممكن نلاقيهم حجمهم صغر جدا بقى 25% برضو ممكن. اللي أنا عايز أقوله يعني مش مفروض التوقع صعب جدا. فرنسا سهل جدا تتوقع، إنجلترا أمريكا سهل جدا تتوقع، لأن عندك سوابق، عارف الناس عارف تركيبة المجتمع. إحنا هنا مش عارفين تركيبة مجتمعنا، فإحنا ما نقدرش نتوقع. كون الإخوان، أنا أشك إن الإخوان ياخدوا الأغلبية المطلقة، أشك جدا، لكن أنا أتصور إن هيبقى ليهم نوع من أنواع النسبة الكبيرة جدا اللي تخليهم مؤثرين جدا على المجتمع. لكن هذا لا ينبغي أن ينعكس على العملية الديمقراطية، لأنه أنا دايما ما الذي أخذه على الإخوان في مصر وليس في تركيا؟ تركيا حصل مراجعة. يعني أنا فاكر إربكان اللي هو زعيم التيار الإسلامي القديم، أنا قابلته وكان من النوع، فاكر برضو ان هو لما يحكم هو يحكم باسم السماء، يحكم باسم الله. صحيح. فبالتالي ازاي واحد يحكم باسم الله هيسيب الحكم لغيره، سواء عن طريق انتخابات او اختراع؟ طبعا لا، ده لما يمسك الحكم مش هيسيبه، لانه بيحكم بما انزل الله. ده طبعا يعني وده ضد العمليه الديمقراطيه. جات التيارات الاسلاميه باي اسم، مش بس باسم الله يعني. بالظبط كده، باسم الشيوعيه. بالظبط. يعني الشيوعيه برضو يقول لك احنا بنحكم باسم فكر. بالظبط كده. فجه التيار الاسلامي واربكان نفسه عمل مراجعه، قال لا، احنا حزب لنا برنامج والاحزاب التانية لها برنامج، اذا خسرنا الانتخابات نحن نحظى وتقبل هذا. مين اللي بيحكم تركيا النهارده؟ التيار الاسلامي. اردوغان ده ايه؟ زعيم التيار الاسلامي. لكن في طريقه اخرى. بالظبط. تعامل وتيار التيار الاسلامي مستنير. بالظبط. يعني موضوع يعني مختلف. انا شايف موضوع الاخوان، يعني شايف موضوع الاخوان يعني. في البدايه يعني الفوز دوت بيؤكد اولا ان الاخوان قوه سياسيه لها حضور واضح في المجتمع المصري، رغم مساحة البعض. مساحة هذا الحضور، مساحة هذا الحضور ده اللي نتكلم فيه ونحلله، محتاج تحليل. يعني مثلا التوقعات، هل إذا نجح الإخوان في انتزاع بعض النقابات هيدا يؤشر إلى أنهم ينتزعوا الأغلبية في البرلمان؟ لا، هناك فرق.
احنا بنتكلم على نقابات نوعية معينة من الناخبين، نوعية معينة من المواطنين، سواء كانوا محامين أو أطباء أو ما إلى ذلك. الطابع الخدمي بشكل أو بآخر ممكن أن يؤثر بشكل كبير. في انتخابات اتحاد الطلاب الإخوان ما كانوش بنفس الزخم. يعني النتائج التي يعني لأن لازم نفرق انتخابات الطلابية، انتخابات النقابات، ثم البرلمان والمحليات، ثم الرئاسة. فيما يتعلق بالانتخابات الطلابية، الإخوان ما حققوش نتائج كبيرة مثل ما حدث في النقابات. ثانيا، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسيطر الإخوان فيها على النقابات. ده كان من قبل الثورة كان موجود، وبالتالي لهم حضور دائم وممتد في النقابات. البرلمان وضع مختلف. أنا في تصوري أنه كلما تأخرت الانتخابات البرلمانية كلما تقلصت فرصة الإخوان في انتزاع عدد أكبر من المقاعد. يعني لو كانت الانتخابات دي أجريت بعد الثورة بشهر أو شهرين، 60% من المقاعد على الأقل كان يروح للإخوان. ده راجع لإيه؟ ده راجع أولاً التخبط السياسي عند الإخوان. يعني في تصريحات بتطلع من الإخوان تحسب عليهم وتخلي مؤيدين كتير ينفضوا من حولهم. ثانياً، الانقسامات داخل الجماعة، العلاقة الشائكة ما بين الحزب والجماعة. يعني يقول لك الحزب ده هيبقى ذراع سياسي للجماعة، ويرجع يقول لك ده منفصل. بالظبط. وتصريح، وبعد كده بنرجع للتصريح. شوف حضرتك، أنا هاخد مؤشر. لا ده مش من الإخوان، لا ده من الإخوان. الأستاذ شريف ذكر نموذج مهم جدا، هو نموذج التركي، وأنا باعتباري باحث في شأن التركي بالأساس. يعني في شيء ملفت لما أردوغان جه مصر. شوف حضرتك لما اتكلم عن الدولة المدنية والديمقراطية والعلمانية الخاصة اللي لها مفهوم خاص، اللي هي مش ضد الدين ولكن مع الدين، ولما اتكلم قال ان الحزب بتاعي ليس حزبا اسلاميا وانما حزبا ليبراليا اسلاميا قوميا مزيج. يعني رد فعل التيارات الاسلاميه في مصر كان ازاي وفي تونس كان ازاي؟ في تونس تقبلوا، في مصر لم يتقبلوا. ده بيحسب على جماعه الاخوان من هذه الاحداث، ده بيحسب ضد جماعه الاخوان، معناها ان هم لسه ما طوروش فكرهم السياسي بما يتماشى مع التحولات اللي بتحصل في مصر. ومن ثم لا يجب، ده مش مؤشر يعني بالضبط، لا يجب ان ناخذ ذلك مؤشر. ممكن بس تعليق صغير جدا، فاكرين يا جماعه الاستفتاء اللي اتعمل في شهر مارس؟ كل الناس والفيسبوك والصحف والتلفزيونات قالوا لا، قالوا لا، لا خد 20% ولا 25%. فبالتالي لا يجب التوقع، التوقع مستحيل. صح صح. طيب نتنقل لجزئيه تانية، وهي عن تبادل الاسرى وتسليم الجندي الاسرائيلي اللي تم تسليمه امبارح، ويمكن ده وزيع في اماكن كتير جدا، في مقابل تسليم عدد كبير من الجنود الفلسطينيين او من الاسرى الفلسطينيين، وتوقع ايضا لتسليم مجموعه من الاسرى المصريين ما بين مصر وما بين اسرائيل، واعتذار اسرائيل طبعا، اعتذار اسرائيل وده كان لاول مره المفروض يعني لاول مره يحصل في التاريخ والى اخره. هذه التحركات السريعه جدا في توقيت مهم جدا، وهو مساعي الدوله الفلسطينيه لاعلانها دوله فلسطينيه من خلال الامم المتحده. هل في دلالات لده يا فندم؟ هو انا بس عايز اقول ان هذه ليست اول مره وليست اول سابقه، لكن هي اول سابقه تعلن. ايوه يعني ده مهم جدا، ده مهم جدا التوضيح. ادي امثله بعد اذنك، اتفضل. مثلا مارسيل نينيو اللي هي كانت من زعماء شبكه لافون، فضيحه لافون سنه 54، الجاسوس اشهر جاسوس في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، لودز وهو من اصل الماني وراح اسرائيل وجه هنا واخترق، برضه بدلوه بعدد اكبر من 1000 بكثير جدا جدا، هم بدلوه الحقيقه ب 5000. فدي مش اول مره، دي مش اول مره، دي مش اول مره، انما دي اتعمل عليها دعايه جامده وتوقيتها طبعا، كل الاطراف كسبانه. هو ده الغريب، ان هذه الصفقه كل الاطراف كسبانه. طب مش بس الشاب اللي كان مقبوض، اللي كان اسير ده خرج، لا، نتنياهو، حماس كانت في النادي، دلوقتي حماس اكتسبت موقع وبدت خدت فيتامينات يعني. طيب دور مصر ودور المخابرات المصريه كمان، دور مصر عظيم حقيقه، دور مصر عظيم. بس انا برضه عايز اركز على التوقيت. ايوه التوقيت، يعني كل سؤال اللي اول ما بدر الى ذهني هو اشمعنى دلوقتي؟ اولا الاطراف بتاعت الصفقه دي كلها، اسرائيل، مصر، الجانب الفلسطيني ممثلا في فتح وحماس، والولايات المتحده عن بعد. التوقيت كان مفيد لكل هذه الأطراف. أولا داخل إسرائيل الوضع ملتهب للغاية، هناك ما يشبه أو أصداء للربيع العربي داخل إسرائيل. يعني يمكن حضراتكم تسمعوا الاحتجاجات العنيفة اللي كانت داخل إسرائيل، يقول لك إيه، هنا القاهرة نحن عاملين زي مصر وأشياء من هذا القبيل. حكومة نتنياهو مرتبكة جدا، علاقتها بتركيا توترت بشكل لم يسبق له مثيل. العلاقات مع مصر برضو توترت لسبب مشابه لتركيا، هو مقتل ستة عناصر، القانون الجديد لتوسيع المستوطنات وما إلى ذلك، ودي كارثة. يعني قبلها بيومين، يعني هم قبلها بيومين يتم الإعلان دوت على مستوى العالم. حكومة نتنياهو في وضع لا تحسد عليه،
وبالتالي كان لازم تحريك لهذا الماء الراكد داخل إسرائيل. طيب على الصعيد الفلسطيني، الانقسام الفلسطيني الفلسطيني لا زال قائما برغم المحاولات المصرية ما بين فتح وحماس، طبعا كان في حالة من الاحتقان داخل الأطراف الفلسطينية، فكان في رغبة حقيقية من أجل تجاوز هذا المأزق. مصر كان في كلام على الدور الإقليمي لمصر، كان في كلام على علاقة مصر بالفلسطينيين في مرحلة ما بعد الثورة، مرحلة دور النظام السابق في مسألة تلطيف الأمور ودعم المسيرة.